نروح لقضية أخرى، قضية تاريخية وحدث كان دايما بيتم استدعائه زي بالظبط هدف حسن شحاتة الملغي. الحدث هو تصريح الكابتن محمود عثمان الحكم الدولي الشهير رحمة الله عليه، وكان بيتكلم في أحد المباريات في مداخلة عن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والاتحاد، والبعض خد المداخلة دي وبدأ يبنى عليها أساطير من فكرة المجاملات التحكيمية للنادي الأهلي من خلال الحكام المصريين. عايزك تنتبه وعايزك تشوف الفقرة دي كويس وتركز فيها، لأنها فقرة للتاريخ، فقرة مش كلامنا احنا بس، احنا دايما هنا بنرد بالصوت والصورة. لكن تعالوا نسمع الأول تصريح الحكم الدولي السابق الكابتن محمود عثمان ونرجع نعقب. اتفضل. في ماتش الأهلي والاتحاد السكندري في استاد القاهرة في حضور 100,000 متفرج. ايوه قبل العيد الكبير. مظبوط. ايوه في العيد الكبير اول يوم. والكابتن عمر بيقول حضرتك عملت المستحيل عشان الاهلي يكسب. قول لنا بقى. يعني يا رب خليك يا كابتن. وبعدين جه البدلي او كابتن محمد عمر جنبك شاط شوطه يا كابتن صاروخ. ارض جو. لقيت نفسي مع افتكر انا في ثابت واتحط الجول. لقيت بيبو والكابتن محمد عمر جايين بيقول ايه مش نخلص خلصت روحكم وهنقعد. فزودت حوالي 10 دقائق. ده اقل واجب يا كابتن، اقل واجب. 12 دقيقة يا كابتن. 12 دقيقة يا نهار ابيض. هي 12 دقيقة ولا 10؟ 12 بيقول لك اهو. بس هي الكورة مش عايزة تدخل أصلا. النادي الأهلي مضيع كابتن كمية أهداف مش طبيعية. اديته 12 دقيقة مفيش فايدة. اتفضل. خلاص الدنيا ليلة. وعملت نص ساعة برضه. هتجيب أنت الجون، هتجيب أنت الجون يعني هتعمل إيه بقى؟ مفيش إلا أنا اللي راح أحطها بقى. والله يا كابتن وخلص على 1-0. بالظبط كده، يعني على غير هواك يا كابتن معلش. لا خلينا نكون متفقين، التصريح من اي حق جماهير، من حق جماهير انديه اخرى تاخد التصريح ده وتحاول انها تصيغه بشكل او باخر، لكن كان في جمله مهمه جدا اتقالت في اخر الفيديو ده لما الكابتن مدحت شلبي قال له انتهت المباراه على غير هواك. قال له لا يا كابتن، النقطه هنا ان ده ممكن يكون زي ما انت شايفه دليل ادانه للنادي الاهلي تحكيميا، هنوريه لك ان هو دليل براءه النادي الاهلي تحكيميا. لان الحقيقه المجامله التحكيميه اللي بتتوقف عند فكره ضفت 10 دقائق وقت بدل ضايع، ده شيء افضل بكتير من فكره انت عايز ضرب الجزاء ولا طرد. لان الحقيقه لو الكابتن محمود عثمان كان عايز يغير في نتيجه المباراه وما خدش الموضوع ده بشكل فيه فكاهه وخفه دم، كان وارد جدا يحسب ركله جزاء غير صحيحه للنادي الاهلي لو هو فعلا عايز يجامل النادي الاهلي، لكن ده ما حصلش. اللي حصل ان الموضوع الفيديو كان بشكل فكاهي، والاهم من كل ده ان عندنا حالات لا تقبل الشك، الكابتن محمود عثمان كان بطلها. بالمناسبه في مباراه اخرى للاهلي والاتحاد فكانت في نوة اسكندريه في السبعينيات وانتهت بفوز الاتحاد. بالظبط. كمان تم تسجيل هدف للاتحاد بضربه يد، بقبضه يد زي بالظبط ايد انرامو. فاكرين ايد انرامو؟ حصلت بالظبط في مباراه الاتحاد والاهلي، وكان الحكم مين؟ الكابتن محمود عثمان. طب لا، ده احنا عندنا واقع اهم بقى، واقع تاريخيه تحسم الجدل ده. لو الكابتن محمود عثمان كان عاوز يجامل النادي الاهلي كان ممكن اي حاجه مسار شك يبقى الشك لصالح الاهلي. هنروح للواقعه دي يا اسامه، بس لازم اذكر ثلاث حاجات بس. الاول الواقعه دي معلش بس عشان الاسترباية للمعلومه، ده كان موسم 80 مش كاس 76. كان موسم 80 والنادي الاهلي الواقعه دي حصلت في موسم 80، كانت المباراه بتتلعب يوم العيد وما اتذاعتش. المباراه دي غير مذاعه، راح الاستاد 100,000 مشجع، واللي اتحسب وقت بدل ضايع بالظبط 8 دقائق. ده الموضوع ل 12 دقيقة ولا حاجة، وكان وقت محتسب مستحق زي ما كل الصحف نشرت وقتها. ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما انت اتكلمت، وقعة شهيرة جدا وكان من أشهر العناوين الصحفية في الوقت ده. أستاذ نجيب المستكاوي سنة 78 الهدف اللي أسامة حكى لكم عنه بتاع طارق الجلاد اللي باليد، قال نوة محمود عثمان تفوقت على نوة المكنسة.
يعني نوت محمود عثمان من خطأ وفداحة الخطأ بتاع اليد، قال إنه هو عمل نوة في المباراة أكتر من نوة المكنسة الشهيرة في اسكندرية، وحصل اللاعبين بتوع الأهلي على إنذارات، حتى كابتن صفوت عبد الحليم خد الإنذار الوحيد في تاريخه في الواقعة دي. إذن إحنا بنتكلم في واقعتين مستحيل إن الحكم بيكون بيجامل فيهم. نيجي بقى لواقع الدوري، واقعة مهمة جدا، مستحيل حكم يكون بيجامل النادي الأهلي بعد الوقائع اللي حكيناها كمان يكون هو بطل الواقعة دي. موسم 84 طبعا النادي الأهلي كان خسر الدوري 83 لصالح المقاولين، بنيجي نلعب في موسم 84 النادي الأهلي في أشد الاحتياج للقب الدوري، بيقابل نادي الزمالك في مباراة مصرية هتحدد وجهة الدوري، لأن النادي الأهلي ما كانش عنده أي رفاهية إنه يخسر نقاط أمام نادي الزمالك، وتحديدا في شهر مايو. دخل الفريقين المباراة، كابتن أيمن يونس كان ناشئ وقتها، سجل هدف الزمالك، وبنتفاجأ إن النادي الأهلي بيسجل هدف بيتم إلغائه. الهدف ده أثر على مسار بطولة الدوري في الدور الأول. المباراة دي أثرت، ولكن كمان المباراة التانية كانت وراه على طول، يعني يمكن دي كانت مباراة مؤجلة واتلعبت في آخر الدور الأول. فطبعا كل الأحداث دي مستحيل يكون بطلها حكم كان بيجامل النادي الأهلي، لأن وقائع أثرت على النادي الأهلي بشدة. نشوف بطل الواقعة كابتن ربيع ياسين وهو بيحكي الواقعة والهدف الملغي بلا داعي، نطلع ونشوف. بالنسبة لي أنا سجلت في نادي الزمالك هدفين، هدف في الكاس وهدف في الدوري. هدف الدوري اتلغى لي طبعا. ما ننساش الماتش ده طبعا، كان في استاد القاهرة تقريبا في سنة 84، الزمالك تقدم علينا بهدف لأيمن يونس تقريبا، أيمن يونس هي جت في حشيش وراحت على شمال إكرامي على ما أتذكر تقريبا يعني. في بعد كده كورنر جالنا يعني، وانا رحت جايب الجول على طول، واخده على الطاير من فوق على يمين عادل المأمور. فانا لقيت الكابتن، كان الحكم الدولي كابتن محمود عثمان الله يرحمه، فلقيته لغى الجول يعني، مع ان تقريبا كان في اجماع ان هو بنسب كبيره ما فيهوش اي حاجه خالص يعني جول. انا نفسي ما كانش يعني ما كانش فيه التحام ولا قريب من حد ولا حد عمل لي حاجه، ولا عملت، كنت لوحدي، الكره جات لي الدليل ان اخدها على الطاير وبراحتي وشايطها وجت في الشبكه. فحتى انا كابتن محمود عثمان الله يرحمه كنت كل ما اقابله اقول له تلغي لي جول في الزمالك يا راجل، يا راجل في حد يلغي جول في الزمالك؟ فهو كان لذيذ جدا الله يرحمه. فطبعا جول بالنسبه لي انا ما انساهوش، وفي نفس الوقت على الاقل كنا تعادلنا بيه، ما كانش في توفيق اليوم ده لينا، والزمالك كان كسب المباراه 1-0. وده قصة الهدف يعني، هدف في الزمالك أكيد بيبقى علامة كبيرة جدا وبيعلم وبيبقى موجود. فكنت أتمنى أن الهدف طبعا يتحسب لي، لكن قدر الله ما شاء فعل وما تحسبش، والزمالك كسب اليوم ده، كسبنا النادي الأهلي الحمد لله. ربنا اداني هدف في الكاس فعلا، احنا كنا واخدين الدوري وكان ده الكاس، وده ما نسويش طبعا. هدف في الزمالك في الكاس بالليل في رمضان في أجواء يعني، لما كنا بنشوف جمهور الاهلي بيفرح يعني، الهدف بيجي عشان يفرح جمهور، هي دي السعاده. طبعا كان في نرفزه وعصبيه من الكابتن جوهري وكابتن زيزو، وانا دخلت من الغرفه، كان كابتن محمود عثمان وكابتن شوقي خلف على ما اتذكر يعني، بص مش ناسي في واحد ثالث بقى، ودخلت طبعا النرفزه والعصبيه، لان يعني نتيجه اهلي وزمالك ونتيجه جهد وكفاح واخلاص وتخطيط ونظام في اسبوع في بطوله يعني تقريبا كان نقطتين ما كانش ثلاثه تقريبا يعني 84. وبرضه يعني هم كانوا حاسين بالظلم بالنسبه لالغاء الهدف، لكن الامور مشيت. الكابتن جوهري طبعا وكابتن زيزو حافظوا برضه على الكيان وحافظوا على الشكل الكويس النادي الاهلي، النادي طول عمره عنده مبادئ وعنده احترام وعنده تصرفات هايله طبعا. وياما كتير ظلمنا، ياما في نهائي افريقيا 83 ما في جول اوفسايد 100% هناك في غانا، كتير جدا لو انا قعدت حسبت. لكن هو الكيان الكبير دايما بيكسب البطولات بفضل الله، ثم الترابط، الحب، الاحترام، الجهد، الكفاح، الاخلاص، التخطيط، النظام، الاداريات، الفنيات، ده الكيان. عشان كده متصدر بفضل الله تعالى. وكان كتير جدا، احنا 84 كنا في لوس انجلوس، وكان الاهلي لعب الكاس وخده بدون التولي لما لعب المصري في النهائي، كنا هناك. وكان برضو 86 لما الولاد الصغيرين لعبوا، كنا احنا في المغرب وراجعين من المغرب، وكان قرار الكابتن صالح انك تلعب بدون الدوليين. كتير جدا طبعا، لكن هو زي ما قلت ان اجيال ولاعيبه على قدر المسؤوليه، عارفين يعني ايه التزام وتركيز واصرار. وطول عمر النادي الاهلي بفضل الله تعالى عنده دايما البديل، وعنده اللي يقدر يدافع عن اسمه، الاولاد المخلصين المحترمين. فما فيش كلام ان كانت بطوله قويه جدا طبعا، ودايما الكيان في المقدمه، ودايما الاهلي
بمن حضر، دايما الاهلي بمن حضر بفضل الله تعالى. دي فلسفه القصه كلها، الاهلي بمن حضر، واحنا بنستعرض حاجات عشان نقول ان في وقائع تعرض ليها النادي الاهلي حقنا نرصدها، ولكن عمرنا ما خدناها مبرر لخساره القاب او بطولات. وكمان لو ده كابتن ربيع ياسين وده رايه وهو اهلاوي، فالناقد الرياضي وقتها في جريده الاهرام اسماعيل البقري طلع وعلق على اللعبه وقال ان تم الغاء الهدف لسبب غير معلوم بالمره، وقال ان هو ما شافش ما يستدعي الغاء الهدف. هدف اثر، ده نص كلامه واضح، قال ان الهدف لم يكن فيه اي داعي ولا مبرر لالغائه. وزي ما بنرصد دايما معاكم وقائع بنسجلها مش على لساننا احنا يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، وزي ما قلنا الكابتن اسماعيل البقري، الاستاذ اسماعيل البقري اصلا ينتمي لنادي الزمالك، وقال ان الهدف واضح وصحيح، بس الحدث ده ما كانش توقف عند فكره الغاء هدف في دوري كان الفرق فيه نقطتين، التعادل فقط لا غير كان منح النادي الاهلي بطوله الدوري، وما سمعناش جماهير النادي الاهلي بتقول دوري كابتن ربيع ياسين. بنعدي الامور وبنتعامل مع الامور، ولكن البعض لما بنتجاهل فكره الحديث او التوقف عن الاخطاء التحكيميه دي بيظن ان الاهلي بيجامل تحكيميا. نيجي بقى الحدث شهير جدا وبرده كان بيتقال عن الكابتن محمود الجوهري، ودايما بتردده جماهير نادي الزمالك، ان فكره ان الكابتن محمود الجوهري قال لو منحتوا الزمالك عداله تحكيميه ستنافس باقي الفرق على المركز الثاني. طب يا جماعه فين التصريح ده؟ اتقال فين؟ اتقال في جريده؟ اتقال فيديو؟ اتقال اي حاجه؟ لا، هو اتقال عند جماهير نادي الزمالك. الواقعه دي انتوا طبعا عارفين رحمه الله للكابتن محمود الجوهري في الاتزان والانضباط وضبط النفس جنرال. الحقيقه خرج عن ضبط النفس وراح للكابتن محمود عثمان اللي بنقول لو هو عاوز يجامل، حتى لو انت شايف ان الهدف فيه شك فالشك كان يبقى لصالح الاهلي وكان حسب الشك لصالح النادي الاهلي، لكن خلى الشك لصالح نادي الزمالك. فالكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن محمود الجوهري راحوا لغرفه التحكيم وحصل مشاده قويه جدا مع الكابتن محمود عثمان، مشاده يعني مشاده. لجنه المسابقات باتحاد الكره تقرر ايقاف زيزو 3 سنوات وغرامه 1000 جنيه، لكن لو رحنا لنص الخبر هنلاقي ان الخبر بيقول مدير الكره السابق بالنادي الاهلي. ازاي كده؟ لان النادي الاهلي نادي المبادئ اللي البعض بيتكلم عن فكره المبادئ، قرر عقاب الكابتن زيزو قبل ما اتحاد الكره يعاقبه حتى والنادي الاهلي واقع عليه ظلم تحكيمي. كذلك الكابتن محمود الجوهري تم ايقافه لمده 5 مباريات مع ايقاف التنفيذ. ليه؟ لان الكابتن محمود الجوهري راح لغرفه الكابتن محمود عثمان. فتخيلوا الكابتن محمود الجوهري اللي شعر بالظلم الحقيقي خلاه يخرج عن انضباطه المعروف عنه مدى الحياه، في لقطه هيقول ان الزمالك لو تم منحه العداله التحكيميه هينافس باقي الفرق على المركز الثاني. هذه من صنع اوهامكم قدام الزمالك. يعني اللقطه قدام الزمالك اعتقد وضحنا، ودايما بيكون لنا معاك وقفات عند اكاذيب تاريخيه. لحظه بس، انا عايز ااكد على حاجه، ااكد على حاجه، ان الهدف ده او الفوز ده سنه 84 كان الفوز العاشر لنادي الزمالك في تاريخ لقاءات القمه، والامر ما انتهاش عند كده يا فارس. في الدوري النادي الاهلي اتحرم من لاعبيه الدوليين في المباراه الثانيه، لان النادي الاهلي وقتها بعد الخطا التحكيمي ده كان بقى محتاج للفوز امام الزمالك، والزمالك يكفيه التعادل وتعادله فعلا. وكان التاريخ سلسله، وفي 88 اتحرمنا من الدوليين، وكان برضو عامل حاسم خطا تحكيمي ولعب بدون دوليين وبرضو ضاع دوري، وما بنقعدش معاكم نعد الدوريات الحلال والدوريات الغير حلال، لان النادي الاهلي عامل زي القطر ما بيقفش في محطه. نروح بقى الفاصل ونرجع عشان معانا احنا محطات تانية كتير جدا النهارده وريمونتادا. نشوفكم بعد الفاصل.